يقول السائل: إحدى النساء تكثر الخصومة مع زوجة أخيها لأسباب غير مهمة، مما أدى إلى مرض الزوجة. وفي يوم من الأيام جرى تشاجر، فأصيبت الزوجة بسكتة قلبية فتوفيت. ما هو واجب الزوج؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. واجب الزوج أن يصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويحتسب، لأن هذه مصيبة يصبر عليها وليس عليه أكثر من ذلك. نعم.